مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده. شكرا لدعمكم المستمر. من ساعات قليله اتوفى الفنان فاروق الفيشاوي عن عمر 67 سنه. الحقيقه ان في لغط كتير وفي معلومات كتير انتشرت في وسائل الاعلام غير صحيحه. على سبيل المثال ان معظم وسائل الاعلام بيقول ان هو توفى بعد صراع مع المرض، مرض السرطان اللي اعلن ان هو اتصاب بيه في مهرجان اسكندريه من كام شهر في 2018 بعد ما تسلم الدرع التكريم بتاعه، وقال ان تم اصابته بالسرطان واكتشفه وهو هيعامله زي اي صداع ممكن يكون بيجيله. ولكن الحقيقة اللي بيتابع في الايام الاخيرة الاخبار اللي كانت بتيجي على لسان الناس المقربين منه، على سبيل المثال الموسيقي هاني مهنا، هيكتشف ان سبب وفاة فاروق الفيشاوي سبب مختلف تماما عن ما اذيع. رقم واحد، هاني مهنا صرح لجريدة من الجرائد ان الفنان فاروق الفيشاوي دخل في غيبوبة كبدية بعد ما الكبد توقف عن العمل ودخل عمل عملية. العملية دي ما نجحتش ومعرفوش يشيلوا المية اللي في جسمه وتسببت في وفاته. الحقيقة كمان اللي لاحظ الجنازة هيلاقي بعض الملاحظات اللي يمكن في ناس خدت بالها منها زي ما انا خدت بالي منها ويمكن لا، هقولها لكم وقولولي في التعليقات اذا كنت في حاجة ما قلتهاش. مبدئيا مواقع كتير قالك ان احمد الفيشاوي اتنرفز على الصحفيين وقعد يزعق ويبعد الصحفيين، ولكن لما تشوف الفيديو بتاع نرفزة احمد الفيشاوي هتلاقي ان احمد بيبعد بهدوء جدا الصحفيين او بقوة او انفعال شوية، ولكن ما زعقش. الصوت اللي كان بيزعق ده صوت ورا احمد، وبرغم ان الشاشة كانت جايبة او الكاميرا كانت جايبة احمد الا ان الصوت كان مستمر في الزعيق بشكل مبالغ فيه. يعني احمد ما زعقش، وبصراحة لو احمد زعق عنده حق لان الواحد بيبقى في حالة نفسية صعبة جدا، ويمكن الصحفيين طبعا من حقهم ان هم يغطوا خبر مهم زي وفاة فاروق الفيشاوي، ولكن ما بيبقاش في خصوصية، الدنيا زحمة وفي حالة نفسية صعبة بالنسبة لابنه طبعا. ولازم اي حد يروح جنازة فنان او عزاء فنان لازم يراعي الحالة النفسية بتاعت الناس. يعني كمان في الجنازة هتلاقي عدد كبير من نجوم الفن. عادة نجوم الفن ما بيحضروش الجنازات، وده بسبب ان هي بتكون في الشارع وبتكون زحمة جدا وبتكون في وقت النهار، وده بيبقى صعب على اي فنان، خصوصا لو فنان من الوزن التقيل، فنان رقم واحد، فنان مشهور، بيبقى صعب جدا ان هو يبقى وسط الجمهور لان الناس عايزة تسلم عليه، اللي عايز يتفرج عليه، فبيتجنبوا ان هم ينزلوا الجنازة، وبتلاقيهم دايما موجودين بكثافة في العزاء. وده حصل في جنازات كتير، على سبيل المثال كانت ساعة فات الحمامة، ساعة محمود عبد العزيز، وكتير هتلاقي عدد قليل جدا من النجوم بيختاروا ان هم يروحوا الجنازة بعكس ان هم بيكونوا بكثافة في العزاء. بس الحقيقة لو شفت الصور اللي جت على مواقع الاخبار في جنازة فاروق الفيشاوي هتلاقي ان عدد كبير من النجوم موجودين، وده ان دل يدل على ان الفنان ده فنان كويس ودافع العاطفة والحزن، دفع عدد كبير من زمايله ان هم يحضروا جنازته عكس الجنازات كتير اللي فاتت لنجوم كتير. فاروق الفيشاوي ما كانش بيخفي ابدا علاقاته النسائيه المتكرره، ولكن الصحافه النهارده ركزت على السيده الاولى ام الاولاد وهي سميه الالفي اللي ظهرت منهاره ومش قادره ان هي تركز، متسنده على اكتر من شخص، وده ان دل يدل ان دايما ام العيال هو الاصل وهي البيت. وبالمناسبه سميه الالفي ما سابتش ابدا فاروق الفيشاوي طول الوقت برغم ان هي انفصلت عنه فتره طويله جدا، وهو اتجوز بعدها كتير الا انها كانت موجوده معاه في اصعب لحظاته وحتى في وفاته. فعشان كده كاميرات الصحفيين ركزت على ام الولاد سميه الالفي. من الحاجات اللي لقطتها الكاميرا بكاء النجوم، على سبيل المثال هنلاقي ان الفنانة هالة صدقي ما قدرتش تمسك دموعها مع خروج جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود، وبدأت في العياط وجابت الكاميرات لحظة خروج فاروق الفيشاوي ولحظة بكاء هالة صدقي واللي كانت بتبكي بحرقة. بالإضافة إلى الفنانة هنادي مهنا جابتها الصور وهي بتعيط، وهنادي مهنا من الشخصيات القريبة لقلب فاروق الفيشاوي، وطبيعي إن هو يكون كمان قريب لقلبها لأن بتربطهم علاقة صداقة عائلية، والدها هاني مهنا الصديق المقرب لفاروق الفيشاوي. من الحاجات اللي جت بعد دفن فاروق الفيشاوي هو عدم تنفيذ وصيته. فاروق الفيشاوي ليه مدفن في القاهرة، ولكن هو طلب ان يتم الدفن في مدافن العائلة في المنوفية، وده فعلا تم، ولكن هو طلب ان يتم الصلاة عليه في مسجد الصعيدي اللي موجود في المنوفية وجنب
البيت بتاعه، ولكن أحمد الفيشاوي تجاهل تماما الوصية وقرر إن هو يدفن أبوه فور وصوله المنوفية، برغم تجهيز مسجد الصعيدي لاستقبال جثمان فاروق الفيشاوي زي ما وصى قبل ما يموت. ومن الحاجات الأخيرة اللي لاحظتها كمان ساعة الدفن إن أحمد الفيشاوي غطى مدخل القبر بتاع والده علشان يمنع الصحفيين من التقاط صور، والحقيقة أنا بعتب على الصحفيين إن هم ما سابوش مساحة من الخصوصية لموقف حساس زي ده، برغم احترامي الشديد رغبتهم في نقل الخبر والحصول على سبق صحفي، ولكن في حدود لازم نقف عندها حتى لو كان الميت ده فنان ليه جمهور كبير بيدوروا على كل ما يخصه حتى في قبره. شكرا ليكم على المتابعة، واتمنى ان يكون الفيديو ده غطى بعض التفاصيل اللي ممكن تكونوا حابين ان انتوا تعرفوها، ولو لاحظتوا حاجة تانية من فضلكم اكتبوها في التعليقات. شكرا ليكم، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة. مع السلامة.